بيتم الرد بيه. المنطق اللي بيتم الرد بيه يقول لك يا جماعه انا متطوع. ما هقول لك بقى الحل. ما هو ليه حل؟ اسمع بس كابتن حشيش. وانا اقول لك انا متطوع. طيب. لكن انا ايه اللي يجبرني ان انا اعمل كده؟ انا بحاول اعمل حاجه للبلد. ما هو خلي بالك انتينه متطوع. خلي بالك ما هو المتطوع ده حتى اكملك النقطه. طيب. عشان تبقى حاجه بتتكلم فيها. يقول لك ايه انا ساعتها هو انا يا جماعه اللي انا بحب بلدي بطريقتي دي وجهه نظري ان انا مش انتوا لا يروح يالف اغاني بقى بحبك يا مش في اي حاجه كابتن اسلام اللي هي اللي هي متعلقه بشكل بلد ومصير بلد وقصه. انت بتتكلم على شخص معين ولا بتتكلم بشكل عام؟ لا بشكل عام. انا بشكل عام ان لازم يبقى في كشف حساب. يعني ايه يعني المتطوع ده مثلا يعمل اللي هو عايزه؟ لا ليها حل. ما هو بص لا بص لا هو ليه يعني اسمها متطوع؟ عشان هم برضه بيرقصونا بدي بلغه الكوره ان هو اصلا بيدخل انتخابات للاقتراع عليه. أيوة. تمام. لكن هو الجمعيات بنت جنيه ليه؟ بتاع الناس كالناس. فهيروح عاملين ايه ما يسمى مخصصات من اول الفيفا وانت جاي. مقات في سوريا حوالي 400 وحاجة. حتى لو لينا مندوبين بيقفشوا القفش. القفش ليجل جدا بالمناسبة. أيوة. محترم جدا. لا والأجمل عايز تروحوا معاك حد من القرايب في كراسي للأسرة. والله العظيم. أيوة. بهزر. أيوة. أيوة. والله. أيوة. قري ودولي. عشان ما حدش اللي هم بيروحوا ما يقولوا بقى ده بقى منبثق عنه اهتمامات أهلية عشان ما حدش برضه يطلع يقول لك انت بتقول على الدولي والقري. لا يا حبيبي والجزائر والمغرب ونيجيريا وكل دوار كلهم خدوا النسخه دي من قرابه العشر سنين على الاقل. تمام. وبالتالي مخصصات واصله في الكاف لحاجه و50 واصله بعد الاتحادات في القاره جوه ال 15 و8 وحاجه كده. ممكن ابقى اجيب لكم ده يعني. تمام. ليه؟ عشان الجمعيه تحس انها دافع فمجزز على اسنانه وانت بتقول له هارد لك المره دي. هارد لك؟ لا تعالى بقى. لا تعال. تعال. ثانيا غير مسموح لسعيد لقجع لفوزي لقجع للسيد فوزي لقجع غير مسموح له انه يفتي. لازم يجيب لجنه فنيه. صح. هو رئيس الجامعه المغربيه. طبعًا. غير مسموح له. طبعًا. ان الراجل اللي على يمينه ده النائب بتاعه لازم يكون قريب منه. واذا كانت اللجنه ده الاسلوب العلمي بقى ده الاسلوب العلمي طبعا. واذا كانت اللجنه الفنيه دي لجنه سوريه يعني ايه؟ يعني انا عايز لجنه فنيه. حاضر هجيب لك لجنه فنيه. هجيب اسلام ومحمد وعلي وحسين موجودين. بس مين اللي بياخد القرار في الاخر؟ معروف مين اللي بياخد القرار في الاخر. تمام. اذا كان هناك فلان رقم واحد يعني في اتحاد الكره مثلا هو واحد اللي بياخد القرار. تمام. يعني وبعدين لجنه فنيه. معلش يا استاذ عصام انت هنا بتكلمني وكلمنا على اتحاد الكوره. لجنه فنيه ايه؟ بقول مثلا دي لسه مثلا في اتحاد الكوره. لا انا بجيب مثلا اقرب مثلا لينا اتحاد الكوره. انت بتتكلم على مثلا مين؟ اسماء زي حازم امام، اسماء زي محمد بركات، اسماء زي مين تاني؟ لو مين تاني اللي بياخد القرار التاني المفترض انه ما يعرفش هو خد ايه؟ لجنه فنيه. اللجنه الفنيه مالهاش دعوه باللي لاعبه. لا والمفترض ان انا ما اعرفش ان انت رصيد تراكمات لتراخيص من ضمنها. يبقى نرجع للخبره اللي ايوه ما انا بقول لحضرتك. طيب ما ده اللي هيجيبه اللي نجح. مش انا اسف ده ما يقعدش على الترابيزه. ده اللي اشتغل بيد يا استاذ عصام. الاسماء اللي خدهم اللي طبعا طبعا يا كابتن اسلام هو مش اتقال مش اتقال على العقد الاخير ده احنا ما كناش نعرف ان في كذا وكذا وكذا. لا سيبك من اللي بيتقال يا كابتن. ما هو اللي بيتقال ده معروف. لانه مش كل اللي بيتقال صحيح. طبعا طبعا. في الاخر في حاجات قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه. احنا ما نعرفش انه هو مين اللي يعرف العقد ده. مين اللي القانونيين اللي موجودين هم اللي عملوا العقد مع الاتحاد الكوره فقط لا غير. طب وهل القصه دي لما بتتعمل اي خطوه بتتعمل في الاتحاد مش المفروض الشفافيه تبقى موجوده وحد يطلع يقول متحدث رسمي يقول احنا تعاقدنا مع فلان الفلاني عشان مشروع او خطه كذا 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 في المقابل الماديات أرد كذا, عليك؟ كذا كذا أرد عليك؟ لان ده مال عام. ارد عليك يا كابتن. طب انت ما كنتش بتقول الكلام ده من الاول ليه؟ انت جاي تقوله دلوقتي بعد سنه ونص ما الراجل كان قاعد. ما قلتش الكلام ده من يوم. قلنا يا كابتن قلنا ازاي اتعاقد مع فيتور 4 سنين ونص. لا بس قلنا مش انت ولكن كان في ناس مثلا انا بسمع ناس دلوقتي بتقول ايه مش حضراتكم ولكن يقول لك ايه اصل فيتوريا. طب ما فيتوريا كنت لحضراتكم بتقولوا عليه ان هو كويس. انا ما قلتش مش انت يعني اللي قالوا. انا بسمع الكلام ده اللي قلت قبل ما انتوا. انا بقول ايه انه كانت في ناس تقول لك ايه طب ما يا جماعه ما وبعدين بيني وبينك انت لما تيجي تقرا السي في بتاع فيتوريا هتقول مدرب كويس جدا ولكن اللكن بتاعتنا كانت كلنا ايه الناس اللي ما تدربش منتخبات ناكلها. اسلام ما هي الاراء مختلفه لسبب لان برضه هنرجعها للانتماءات. في ناس تقول لك لا ده كويس عشان الاختيارات جايه من اتجاه معين. لا انا ما بشوفش ان ده صح. ما هو مش صح. ما هو خلي بالك ما هو مش صح بس ده اللي بيحصل. واحد زي كابتن ايمن عبد العزيز قلب الموضوع اهلي وزمالك بالظبط. مش صح.
هو ده غلط طبعا. اهم حاجه طبعًا. او اكتر حاجه انا شايفها غلط اتقالت في هذا دي غلط جدا جدا. انه ما ينفعش تقول ان انت عشان زملكاوي فانت بيتم مهاجمتك وده مش صحيح. العصبيه والقصه ونرجع تاني ما ينفعش يعني. نقول نفس هذا يعني وجهه نظري يعني طبعا اكيد انا بتكلم انا معاك في الحته دي بقول لك لان كل واحد بيفكر على حسب كذا يقول لك لا ده لا بس صام جاب واحد وانا بحبه يبقى لا الراجل ده كويس يعني بعد دي مشكله الاتحاد اللي هم اللي عندهم خبره كان يقول لك ايه انا لازم اجيب حد يكون عنده خبره المنتخبات ماشي طبعا ارجع للاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها بالظبط عشان يقدر يساعدني في المرحله اللي انا جاي بخطط ليها الناس دي زمان كانوا بيشتغلوا شويه ممكن شويه حاجات تانية واجهه اجتماعيه وكذا ولو ان ده مش عيب لكن دلوقتي يا كابتن ام المصائب الكرويه في مصر ايه بقى ان انت من جيلكم لغايه دلوقتي كل التطوير حصل من مدربين دخلوا القاره منهم الراجل شايفر الالماني على حسب ما افتكر اللي جه مع الكاميرون زمان ومكمل وغيره ودي صبر كل حد دخل القاره وعشش ليه بقى شيخ طريقه هنا بقى من قبائل الواو الواو يعرف يعديك المحيط ويعديك من التماسيح ومش عارف ايه زي افلام اسمه ايه ده جيمس بوند هاري بوتر طرزان هاري بوتر هاري بوتر بتاع اولاد الجمال ده تمام وبالتالي انت بقى ما ينفعش تجيب دول هنا في مصر عارف ليه لانه هيبان ان ما فيش حاجه اسمها ب 150 الف دولار والله العظيم ولا ب 100 والله العظيم ولا ب 80 بدليل ما هو انت هل تخيل ما هو مثلا ما انت من ضمن الحاجات يا خالد اللي احنا هنسمعها الفتره الجايه ده يسمح لو كان هناك تم الاختيار على ان هو المدرب القادم مدير فني اجنبي هل كنت ستسمح انت كرجل اعلامي واستاذ عصام اي حد هل كان سيسمح ان المرتب بتاعه يزيد عن 70 80 الف دولار لا بس هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا ليه ليه ما هو ما على فكره الاسماء اللي الناس كلها بتتكلم عنها دلوقتي الاسماء اللي وصلت النهائي الاسماء اللي وصلت قبل النهائي كلها اسماء لا تتعدى ال 50 الف 50 و60 و70 في 70 ماشي ده كان لا ده كان بيسيرو قبل البطوله وبعد كده خلوه 35 وصلوا 35 هو بيوصل للمباراه النهائيه الفكره يا كابتن اسلام مش احنا هنسمح ولا لا احنا احنا ما بنسمحش بحاجات كتير وبتيجي برضه يعني لا ولكن لما يبقى يعني عندك دور ان انت تسمع ان في مدرب بيعتبر يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن هيرفي رينارد ماشي لانه ده لا انا موافق انا ما انت بتسمع بعد ما الموضوع بيخلص انا موافق انا فهمت هنا بقى اعمل ايه هنا بقى اعمل ايه يشتمل العقد على عقد كامل الاحترافيه بمعنى بس دي عمرها ما شفتها انا جاي لحضرتك اهو ان هو ب 60 شويه مع بطولة كذا ب 80 ايوه ما هو ده أيوة جمال بالماضي يا جماعه عشان ما يضحكوش عليكم 40 60 120 في حالة لما جاب البطوله في مصر عدى بعد كده مع كاس عالم واختبارات اخرى 210 ويعتبروه عشان ايقونه ولا هي دي المشكله بس مع 120 بدانا من 120 وصلنا ل 200 بدانا ب 200 وفوجئنا فوجئنا ان الاثنين المدربين اللي كانوا قبل كده مع منتخب مصر لما راحوا في البلد الشقيقه مثلا زي الدوري السوري على كوبر يعني اكوبر فوجئنا ب 30 و40 لا وجيري لما مشي وجيري نفس الكلام لما مشي من هنا فوجئنا راح خد كام كابتن الفكره كلها برضو يا كابتن اسلام كمان يعني احنا فوجئنا عارف عقد فيتوريا اللي يمسك عقد فيتوريا ويفصصه كده انا نفسي افهم ما هو برضو خد بالك كابتن اسلام ما هو الجهه الاداريه برضو ليها هنا دور دور اساسي عشان كده ارجع شويه بقى في الحته دي اللي انت بتقولها أكمل مين اللي بيعمل العقد الاول مش ناحيه فنيه بس أكمل دي النقطه دي مهمه جدا اربع سنين ونص دي مده معديه مده مجلس اتحاد الكوره مبدئيا فعلشان اخد موافقه ان اخلي العقد اربع سنين ونص لازم ارجع للجهه الاداريه ووزاره الشباب والرياضه والجمعيه وزاره الشباب والرياضه بس يستاذنوا الجمعيه اصلا انا نفسي افهم كيف اعتمدت وزارة الشباب والرياضة عقد روي فيتوريا بكل الموبقات اللي فيه مش ممكن ما هو يا كابتن دلوقتي لا هو انا المطلوب مني ان انا ايه يعني ان انا اعمل ايه مش انا اعترض يعني انا بتكلم على اعترض طبعا على مدة العقد انها بعد فترة امال هو القانون مجلس الإدارة. القانون ادالك ليه ان انت اللي تديله الاجازة في فكرة انه طالما معدي مدته ما هو بص يا كابتن أربع سنين ونص ده أنت ما بتلزم المجلس اللي بعدك باستمرار العقد الراجل ده على حاجة خطيرة قوي بالعقد ده أقول لك على حاجة عشان كده هنا لوزارة الشباب والرياضة دور قوي ورئيسي
في النهايه تعترض على بنود التعاقد، ترجع له العقد تقول له لا انت عامله 4 سنين ونص ليه، ما تخليه سنتين، ما تخليه يجدد تلقائيا وساعه الفلوس. طب انت ازاي سايبه، انت ازاي سايبه ب $200,000؟ ليه $200,000؟ طب ايه رايك؟ يورو. طب ده جزء تاني. 200,000 بس قالوا له ما تقولنا ديكم انت تثبت انه بالضرايب بتدفع عن $200,000 ومحدش يسال على حاجه. في جزء مهم تاني. حد يجيب لنا ورق ان في ضرايب بتدفع على 200,000 يورو. ضرايب في البرتغال يعني. في مصر. في مصر؟ هو يدفع في البرتغال ليه يا عم؟ ده في جزء تاني. حد يجيب لنا ورق، لو انا الاداره التعليميه دي اقول لهم انا عايز ورق ان الراجل ده بيدفع ضرايب عن توتال مرتب 200,000 يورو. ده دي جزئيه، جزئيه ثانيه والمهمه جدا برضو في هنا، انا مدير فني منتخب مصر، انا مش منتخب مغمور، انا منتخب منتخب قوي، منتخب كبير، الطبيعي ان التارجت بتاعي او المستهدف بتاعي ما يقلش عن نصف نهائي بطوله افريقيا. طبعا ده الطبيعي. طبعا فلما اعمل عقد اسيب لنفسي فرصه خلاص، طبيعي لو انا بفهم مين قالك ان ما كانش فيه، مفيش فرصه خلاص كابتن، مين شفت مفيش قالوا كده، هو الراجل طلع وكيل روي فيكتوريا طلع وكيله قال بس قبل البطوله. انا بالك انا باخد دايما العكس. هل تعلم يا كابتن وكيل روي فيكتوريا طلع قال بالحرف الواحد ان من قبل بطوله افريقيا لو كان يرغب اتحاد الكوره في اقاله روي فيكتوريا كان يتحمل الاربع سنين ونص؟ ما هو بتوقع، ما ممكن سؤال بس، ممكن اقول لك على حاجه، انا اطلع اقول زي ما انا عايز. طب ما يردوا يا كابتن. طب ما يرد، محدش بيرد. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني نقف ننده طول النهار من تحت يا حاج يا جمال يا حاج يا جمال، حد يرد علينا ومش مركبين تكتفونا. فهنا بقى، هنا بقى ازاي انا كوزاره شباب ورياضه يعني اوافق على جزئيه ان انا مش سايب ده، انا لا ما الزمتش المدير الفني انه جلال القادري في تونس على فكره كده طلع قال كده، هو انت في نصف النهائي، عقدك مش هيكمل عشان انت في نصف النهائي. هو هو كلام مهم جدا، نتمنى ان احنا خلال الفتره اللي جايه دي بالنسبه لاتحاد كره القدم وكل المسانده سجل طبعا سجل دي عندك بس فضل. باسمي عشان ان شاء الله انا مسؤول عنها. حد يجيب لنا ورق نعرضه في اي مكان يعجبه ونلف بيه كل اعلام مصر انا والراجل ده، اذا كان هناك راتب لمدير فني اسمه محمد سيد محمود علي فيتوريا بيدفع عن 200,000 يورو لمصلحه الضرائب، او يجيبوا لنا تكتفون ننده على الحاج جمال يرد علينا وال200 دول يمكن بعد الضرائب. ايه بعد الضرائب؟ يمكن ال200 دول بعد الضرائب. صحراء مبنى بعيد بالظبط كده على طريق الاسماعيليه. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ده هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي اكتر.